يبقى يا كبير لو جمعنا اسهم شركه الامير للاساتك البني وشركه مين للحلاوه، شوف يبقى توتال في البيان. توتال ايه وبيان ايه؟ وايه الاساتك البني دي؟ انا ما فهمش منك حاجه. ما فهمتش ليه؟ ليه ما فهمتش؟ ده بقى لي ساعه عمال اشرح. اتجنيت ياد؟ تعالى حسك عليه. طب ايه قولك عادي انك هتعاود تشرح من الاول؟ من الاول؟ من الاول يا اما همسكك السلك عريان. حاضر حاضر، بس يا ريت يا كبير تركز معايا. انجز. الكبير قوي الله يرحمه جالنا الشركه من 5 سنين وفتح حساب علشان يشغل فلوسه في البورصه، واشترط ان الحساب ده لازم يكون سري وباسم مستعار، والاسم عاشق السكس. يعني ايه زمزجت معاكو ما لقيتوش الا الاسم اللي كله إيحاءات ده؟ لا ما هو حضرتك هو اللي مختاره يعني، وكان عاجبه جدا. العميل اللي بيختار الاسم؟ اه مال مال. والله يكسفك يا ابويا. كمل. الكبير قوي اشترى اسهم في البورصه، وبدات الاسهم دي تزيد سنه ورا سنه لحد ما اتقطعت اخباره من سنه وما عرفناش عنه حاجه، لكن باستعلاماتنا عرفنا ان هو توفي. واحنا جايين النهارده علشان عايزين نعرف اذا كنت عايز تبيع الاسهم دي وتاخد فلوس ولا تستمر معانا في الشغل. فهمت يا كبير؟ ايوه فهمت. فهمت يا خفه. الحمد لله. الاسهم دي عامله كام دلوقتي؟ عامله 6,657,000 جنيه فقط لا غير. 6 مليون جنيه؟ ايوه. بيع يا خال. بس كده؟ هي دي الفلوس؟ لا 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 لا، مش على طول كده يا كبير. ان شاء الله تشرفني في المكتب ونعمل شويه اجراءات بسيطه كده وتقبض الفلوس بما انك الوريث الوحيد للكبير قوي على حسب استعلاماتنا، مش كده؟ يعني يعني هي استعلاماتكم يعني اكدت يعني ان انا الوريث الوحيد للكبير قوي؟ طبعا. الله ينور الله ينور. بنورك بنورك يا كبير. ايوه انا الوريث الوحيد للكبير قوي. أنا الوريث الوحيد. على خيرة الله. وده كارت خاص فيه رقم تلفوني وعنوان الشركة. اسمك بهلول. بس مش في اسطنبول. امشي يا خفة امشي. خد تعال هنا. خد تعال. وأنت برا ما تبقاش ترغي مع الناس. ليه؟ مش عشان حاجة، العين قدك ده وعفسه. ماشي يا كبير. توكل. فمن الله. اسم بهلول. بهلول. الاهالي بتسمي الاولاد يعني عشان يوصلك ده ليه يا فزاع؟ ما هو جوني خذ العموديه وخذ فلوس حلوه مش وحشه. وانا الفلوس دي مش هاخدها ليه يعني، انا يعني حدسها له بس يكبر وينضج ويعرف يصرفها. تعرف الواد ده لو خد الفلوس يعمل بيها ايه؟ هيصرفها في الهفق ويصرفها في انت مال اهلك من اساسه وبكلمك ليه يعني؟ يقول من وشي. خلو جنابي. خد تعال خد تعال. جبت لي الفيلم بتاع افاتار اللي عايز اسهر عليه؟ كيف ما جنابك امرت، رحت الواد شميس بتاع نادي الفيديو وقلت له الكبير هيقول لك عاوز افاتار. لقيناه بس ما لقيناهش النظاره. وجنابك قلت لي ما تجيبوش الا ومعاه النظاره السريديه. ربنا ما بيديش كل حاجة يا ولدي. بس الواد شميس عطاني التي بي دي تي وقال لي الفيلم ده هيعجب الكبير. نوعيته ايه الفيلم ده؟ ما خبرش، كان اسمه هيخربط في بالي. هيقول لك سيف اوف. سيف اوف؟ ده يبقى حربي. ليه يا كبير؟ ده بتاع شنطة رفولتا. الرقاص؟ جايب لي فيلم رقص اسهر عليه؟ طب كنت جبت شرقي يا اخي. ليه يا كبير؟ الواد شميس هيقول لك جلابك ده مليان اكشن وطح. هيبقى زين زين. خذ ياد حسك عينك، حد يعرف اللي حصل هنا؟ فاهم؟ أمر جنابك. ايه ياد النظرات دي ياد؟ أنا أصبط لك عينيك، خور من وشك. مش اوضتي.
بشطارتي، أعوذ بالله بشطارتي. اهدى كير. Good morning, Johnny. Johnny, morning, man. شكلك لسه ما فوتش. وفي ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حد يفهمني ايه اللي بيحصل؟ Good morning, Mr. Johnny. انت مين؟ با؟ ما عرفني نيشي؟ انا الكبير. لا، انا الكبير. انت جوني. بص على تاتو، بص في المرايات. علي الطلاق لو ما قلت ليه اللي بيحصل لكون مكسر الدوار ده كلات على البوق. Calm down, Johnny. Calm down. الأمور دي ما بتتخدش بالقفش. اهدى اهدى كيف؟ عاوزني اصحى من نومتي القى نفسي لابس بنتكور وفلينا بنك وقصص شعري كيف ماريا كاري وتقول لي اهدى؟ اولا هي عمرها ما عملت اللوك ده. ثانيا عاوز تفهم ولا مش عاوز؟ تشوز قصر فهمني مين ابن الكلب اللي عمل فينا كده؟ واتش يور ماوث مان. انت كده بتغلط في داد. جس وات، انا اللي عملت كده. تعمل كده في اخوك عادي، لكل فعل رد فعل، وانت اللي ابتديت. ولا ناسي البورصة والستة مليون ستمية سبعة وخمسين ألف جنيه كبير؟ الله يخرب بيتك يا فزع الكلب. وزي ما انت قررت انك تاخد الورث اللي سابهولي داد، انا كمان قررت اخدك كلك على بعضك. هتعمل ايه يعني؟ زي ما انت شايف انا بقيت الكبير وانت بقيت جوني. وعملت كده كيف؟ عملت عملية، بدلنا وشوش بعض. هو اشتكيف يا ولد ابوي. So funny. عملت عملية فيس اوف، نقل الوش. دي بقت عمليه مشهوره جدا، اسهل من عمليه اللوز. طب والوش ده هيروح متى؟ الوش ده عمره ما هيروح ابدا. هتفضل طول عمرك جوني. يعني وشي هادف عندك. لو خطيت خطوه واحده هتخك والناس هتعتبره دفاع عن النفس. تقتل اخوك عادي. سو وات، ما انت اللي ابتديت. باي ذا واي، قبل ما اعمل العمليه اتنزلت لك، يعني لما كنت انا جواك جوا البادي بتاعك. لما يا مش فاهم حاجه. يعني من الاخر اتنزلت لنفسي عن العموديه وعن كل، انا هبقى كل حاجه وانت ولا حاجه. امسكوا يا فزاع. يا دي ابو رياله يا اهبل، اقول لك امسكوا يا فزاع تقوم مصدق؟ تشاهد على روحك يا جوني. يا مري بتعمل ايه يا جوني؟ انت اتجننت. هدية بعد، هدية جوني. سيب الفرفر ده ربنا يهديك. بعد يا بنت، خلينا طخ وريح الناس من الشرور. بعدي. لا لا، جربي جربي يا مراتي يا حبيبتي، دافع عني. بعد يا بنت ما تلتقيش فيه كده. امسك يا فزاع. يا بنت اهبل، يا اهبل، ما لسه عاملها فيك دلوقتي. امسك يا فزاع. تعهدني بيه. استهدى بالله امال. بعدت. تعالى معايا، ده انا هجوزك هالنومه. وديه البوليس. هو ايه اللي حصل يا كبير؟ اتس كريزي. بيجي مجنون، بيجي مجنون مخبل. ربنا يستر. انا ما عملتش حاجه، انا بريء. جوني هو اللي خد وشي. خش قدام يا مذنب يا ابن المذنب. يا جماعه انا الكبير اللي في الدوار ده، يبقى جوني اخد وشي. قاعده تحلو قوي يا رجاله. الله، ايه اللي جابك هنا يا خواجه؟ بس يلا انت هو ده خواجه جاي سياحه، سيبوني انا. وانت مين اسم الله على مقامك؟ انا اللي هاخدك وافسحك في الزنزانه. وانت اسمك ايه يا عاد؟ انا الهرم. والله شكلي اعملها معاك يا هرم. انت
تعمليها مع مين يا قطة؟ هتخربشيني؟ لا، ما هي عمرها ما كانت بالشكل واصل. قسم العظمة، اللي هينزل فيكوا يده ولا يبص يمين ولا شمال لاجي سقفلي على قفاه، فاهمين؟ فاهمين. وادي يا كرومبو. نعم يا سيد الناس. عاوز كوباية شاي تقيلة حبر. حاضر يا سيد الناس. مالك يا قطة؟ مالك؟ هتقعدي تسيقي طول الليل ولا ايه؟ عاوز انام، خلصي. عادي يا سيد الناس. مين؟ مين برضك؟ يلا هجس. يلا نهرب، يلا نهرب. انت اللي بعدكم جوني. ايه ايه يا جوني؟ مالك في ايه؟ صح انا جوني. يلا 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 قوم 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 قوم. مش قادر افهم انت ليه جايبنا تاني عند الدوار. جوني احنا لازم نهرب دلوقتي حالا ونروح على امريكا. يا ابني الموقف بقى خطر جدا يا حبيبي. انت من ساعه ما اتقبض عليك والكبير مش شدد الحراسه على الدوار، ولسه لما يعرف انك قريب. يا جماعه ما هو ما ينفعش. امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل. لازم لازم ادخل الدوار. دوار ايه؟ دوار ايه يا سيدوني؟ الكبير خلاص حطك في دماغه، وردلته لو شافوك هيتخوك طوالي. نهوي لازم ادخل الدوار. ايه ده؟ انت جننت؟ انت مش سامع هدرس بيقولك ايه؟ طب بلاش، مش شايف الحراسة اللي على الدوار دي كلها؟ عادي جوني، don't be stupid. انت بتقول لي مين stupid؟ بتقول لي مين stupid؟ صلح النبي في ايه؟ صلح النبي في ايه؟ سيدوني في ايه؟ ما بينفعش يقول stupid. معلش سي توماس خايف عليك وبيقول على فيه مصلحتك. قول لي stupid ليه طار؟ قول له سوري جوني. سوري بجد، انا ما تزعلش مني، بس بجد الموقف بقى خطر. انا عايز افهم حاجه، انت عايز تدخل الدوار تعمل ايه يا جماعه؟ ما هو جوني. جوني اقصد اقول الكبير 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 معايا الباسبور بتاعي. يعني معايا الباسبور بتاعي، اسافر اركب الطياره ازاي؟ هاو هاو صح. طب هتدخل الدوار ازاي دلوقتي؟ I have فكرة بالإنجليزي. Idea. I have idea.